سمع الكلام اللي بتقوله بنتك يامه؟ بتقول لك بوليس ونيابه ومحاكم، عايزه في حتتك ده بجلاجل وسط خالك. راسها ناشفه. تتكسر راسها. يعني ايه يا ناس؟ يعني تكفي على خبر مجور ولا صنف مخلوق في الدنيا يضرب ايه؟ وشرفي ومستقبلي وحياتي هيروحوا هدر؟ زي ما قالت امك، تكفي على المصيبه دي مجور ولا مخلوق في الكون يضرب بيها غيرنا احنا. ده اكيد مصطفى، هتردي عليه انت ولا ارد عليه انا؟ وانا هقول له ايه؟ قولي اللي تقوله له بقى. الو، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهي ايوه، هي صحيت ادت الدواء لابوها وكان دماغها تقيله شويه، دخلت نامت تاني. يظهر انه عندها دور برد الانفلونزا. وانا من لخبطتي نسيت اقول لها ان انت اتكلمت وانك جيت انت وابوك. خليها تكلمني في اي وقت يا مرات عمي، انا هحط التليفون جنبي اطمن عليها. ان شاء الله يخليكي. مع السلامه مرات عمي، تصبح على خير. ايه عبرتك وردت عليك ولا لسه ست الحسن والجمال سايقه الدلال؟ نايمه يا امي نايمه، عندها نبطشية في المستشفى لحد الصبح، بعد كده رجعت لقت عمي تعبان، قعدت معاها لحد المغرب، ده غير ان مرات عمي بتقول انها عندها دور انفلونزا. اهي مرات عمك دي هي قص الفساد. فضلت تدحلف فيك وبنتها تستهوك عليك لغاية ما لفوا عليك وجابوا رجلك يا باشمهندس. عارفة يا حاجة؟ أنا حاسس إن أنا وحنان بنت عمي دي بنحب بعض من قبل ما نتولد. بس رانيا بنت خالتك اللي أنا كنت منمرانك عليها ضفرها برقبتها جمال وحلاوة وخفة ولا بتوع السيمة. ايه يا ولية؟ ايه ده؟ ايه؟ هو موال هتفضل تعيدي وتزيدي فيه ولا ايه؟ الملف السعدي يا عبد العظيم، وبعدين ده ابني وانا عايزة له احسن جوازة في الدنيا. وهو خطب احسن عروسة في الدنيا، واللي كان قلبه رايدها من زمان بنت عمه دكتورة متربية على ايدينا. شوف بقى، مهما تقول عن حلاوتها ما تجيش حاجة ببنت أختي.